قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه بيديه في نسخة بيده. فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية والجهمية معتزلة والجهمية ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو شدهها بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله يبين معتقد أصحابه معتقد السلف وأصحاب الحديث، فيقول رحمه الله: إن أصحاب الحديث
المتمسكين في الكتاب والسنة يشهدون الله تعالى بالوحدانية ويشهدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا هو أصل الدين وأساس الملة كما سبق. ويعرفون ربهم عز وجل بالكاهنة التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت في الأخبار الصحاح ونقلت في العدول الثقات. فإذا السلف وأصحاب الحديث يشهدون الله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا هو أصل الدين وأساس الملة. من لم يشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بالنبوة والرسالة فليس بمؤمن. وأيضا من معتقدهم أنهم يعرفون الله، يعرف الله بأي شيء؟ بصفاته وأسماء وأفعال، وهذا الصفات والأسماء والأفعال إنما تؤخذ من الوحيين من الكتاب ومن السنة، وليس للناس أن يخترعوا لله أسماء وصفات من عند أنفسهم. وهذا هو على قول العلم الأسماء والصفات توقيفية، معنى الأسماء والصفات توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص، ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء أو الصفات أو الأفعال يوقف لله، وكذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لله من الأسماء أو الصفات أو الأفعال يوقف لله، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وما ورد نفيه في الكتاب أو في السنة نفي عن الله، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفي ما توقف. فإذا ما ورد إثباته لله من الأسماء أو الصفات في الكتاب العزيز أو في السنة مطهرة يثبته لله، ما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة مطهرة نفيه عن الله نفي عن الله، كما نفى عن نفسه السنة والنوم والعجز والظلم، لا يظلم ربك أحدا، لا تأخذ سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه توقف فيه، لا نسكه ولا نفي، مثل الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأعراض والأبغاء والأبعاض، هذه الأمور التي أثبتها أهل البدع نتوقف فيها، لا نسكه ولا نفيه، لأن لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، وهي مشتملة على حق وباطل. ونستفصل ممن أطلقها، من قال إن الله جسم أو قال ليس بجسم، لا تطلق لا نفي ولا إثبات، فلا نقول إن الله جسم ولا نقول ليس بجسم، ولا نقول إنه حيز ولا غير متحيز، لأنه لم يرد في الكتاب السنة لا إثباته ولا نفي، ومن أطلقها نفسا أو إثباتا فإننا نستفصل نقول ما مرادك، لو قال شخص إن الله جسم نقول ما مرادك يعني الله جسم، قال انا مرادي ان الله متصف بالصفات يقول هذا المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لا تطلق، هذا اللفظ باطل، هذا اللفظ مشتبه على حق وباطل. فاذا اللفظ المعنى صحيح نقبله، لكن اللفظ نرده، متعبد بما عبر عبر بالتعبيرات التي جاءت في النصوص لانها بريئه من الخطا وسالمه من الخطا، اما هذا اللفظ الذي فبه لا نقبله، هو المعنى الصحيح. فإذا قال أنا مقصود إن الله جسم يعني يشبه المخلوقات، يقول هذا باطل، المعنى باطل ولا باطل، نرد المعنى ولا جمع، لكن أول قال إن الله جسم يعني متصل بالصفات، يقول المعنى صحيح، لكن اللفظ باطل، اللفظ لا تتصل، قل ماذا أقول؟ قل ما قال الله وقال رسول، فإن الله إن الله متصل بالسمع، متصل بالسمع، الله هو السميع، هو البصير، هو العليم، هو الحكيم. نصوص النصوص، ألفاظ النصوص بريئة. بريئة وسالمة من احتمال الخطأ، أما هذا اللفظ الذي أتيت به لا نقبله، والمعنى سليم. فإن قال أنا مرادي إن الله جسم يشبه المخلوقات نقول اللفظ باطل والمعنى باطل، لا نقبل اللفظ ولا المعنى، واضح هذا؟ إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات والأفعال ما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة إثباته لله سنة صحيحة وجب إثباته لله، ما ورد في الكتاب او في السنه نفي عن الله وجب ان يكون، ما لم يرد في الكتاب ولا في السنه نفي ولا اثبات ولا نفي ولا نفي، ومن اطلقه نفيا او اثباتا نستفصل، فان اراد معنى الحق قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وان اراد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا. وهذا هو ما قرر الامام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في قوله ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله
أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار في حوله. يعني إما أن تكون صفات وردت في الكتاب العزيز أو ترد السنة المطهرة، لكن لا بد أن يكون الحديث صحيح. وسبق الكلام في الحديث الصحيح، وهو الذي الحديث الصحيح وما اتصل سنده وعدلت رواته، يكون السند متصل ما فيه انقطاع، والرواة عدول ثقات ضابطون، ولا يكون الحديث في علة قادحة، ولا يكون الحديث شاذ. فهذا هو الحديث الصحيح، ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأسماء والصفات والأفعال لا نثبتها. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحي وتنزيل، هذا كتاب عليه، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحيحة به ونقلت العدول الثقات عنه، هذا هو السنة المتحرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يعتقدون تشبيه الصفات بصفات خلقه. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، لكن ينفون التمثيل والتشبيه. يقولون إن الله تعالى له سمع وله بصر وله علم وله قدرة، لكن لا يماثل أحدا من مخلوقاته. المعنى معلوم، معنى العلم ضد الجهل، معنى السمع ضد الصبر، معنى البصر ضد العمى، لكن كيفية اتصاف الرب بالسمع والبصر بالعلم لا نعلم، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية الصفات إلا هو، كما لا يعلم كيفية الذات إلا هو سبحانه وتعالى. لكن المعنى معلوم، معاني الصفات معلومة، خلاف المفوضة الذين يقولون المفوضة طائفة يفوضون المعنى، يقول ما نفهم معنى السمع وما نعلم معنى السمع، ما نعلم معنى البصر، كأنه بمثابة الحروف الأعجمية، كأنها كلمات أعجمية. هذا بعض، هذا من أبطل البعض، بعضهم ينسب هذا إلى مذهب السلف، مذهب السلف لا يفوضون، بل يعرفون المعنى، المعنى معلوم، لكن الذي يفوض علم الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء معناه العلو والصعود والاستقرار والارتفاع، كما قال السلف: استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا المعنى اللغوي. لكن الكيفية، كيفية الاستواء، كيفية استواء الرب لا نعلم. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معنى معلوم معناه في اللغة العربية بس، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، كل الصفات معنى الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة، والمعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها بالصفات في صفات خلقه، لا يشبهون، لا نقول ان صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين، ولا نكيف، لا نقول ان كيفيته كذا، ولا نحرف ولا نعاصر. فالناس اقسام، من الناس من اثبت الصفات لكن شبهها بصفات المخلوقين، قال: لله سمع كسمع، وبصر كبصر، وعلم كعلم، ويد كأيدين. هذا هو المشبه، وهم غلاة الشيعة، ومنهم البيانية الذين ينسبون إلى بيان بن سمعان التميمي، والسالمية الذين ينسبون إلى هشام بن سالم الجواريقي. كان بعضهم يقول إن الله على صورة الإنسان، وإن الله ينزل عشية عرفة على جمل، ويحاضر ويسامر ويخافع، ومنهم من قال إنه يندم ويحزن ويبكي، قبحهم الله تعالى عما يقولون. ثم قال في اليهود: هؤلاء مشبهة، وهم كفرة، وأكثرهم من غلاة الشيعة. ورات الشيعة بيانية وحاشبية يقولون صفات الخالق مثل صفات البشر، سواء مشبه أو لا مشبه، هم كفرة. ومن شبه الله بخلقه وشبه صفات خلقه فهو من حقيقة ما عبد الله، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الله، لا من عباد الرحمن.
كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الشافية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. وهو مشابه للنصارى، مشابه للنصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، وشبهوا عيسى بالله. ولهذا يقول العلماء: طيب من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصارى. هؤلاء مشبهة شبهوا الله بخلقه. والطائفة الثانية معطلة، وهم الذين نفوا الصفات عن الله، نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة، قالوا أنكروا الصفات، قالوا إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يستوي على العرش، نفوا العلم والسائر الصفات. وهذا مذهب المعتزلة والجهمية، يزعمون أنهم لو أثبتوا الصفات للزم من ذلك تشبيه الصفات المخلوقة. قالوا: لو قلنا إن لله سمع تشبهنا الله بالخالق، ولو قلنا إن الله له بصر لشبهنا الخالق بالمخلوق، لو قلنا إن الله بصر لله بصر لشبهناه بالمخلوق، لو قلنا إن له استواء لشبهناه بالمخلوق. فإذا نفي الصفات كلها. فهؤلاء على طرف الأخير، المشبهة أثبتوا وزادوا في الإثبات حتى غلوا وشبهوا الله بصفات المخلوق، شبهوا صفة الخالق بصفة المخلوق. والمعطلة والجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة لا يثبت إلا سبع صفات، وبقية الصفات ينفونها. هؤلاء نفوا الصفات وقالوا إن الله لا يعلم ولا يقرا ولا يسمع. هؤلاء غلوا في النفي بزعمهم، غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. وأولئك مشبه غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بالخلقة. وهذا الله أهل السنة والجماعة توصل، فقالوا: نحن نثبت الصفات لكن ما نغلو في الإثبات حتى نصل إلى تشبيه كما قال المشبه، ونزه الله عن صفات المخلوقين. قالوا: إن الله لا يشبه صفات المخلوقين، لكن لم يغلو في هذا التنزيه حتى يصل إلى التعظيم. فصار مذهب أهل السنة وسط وحق بين باطلين وهدى بين ضلالين. فهم أخذوا الحق الذي مع المعطلة، المعطلة معهم حق وهو التنزيه، لكن معهم باطل وهو الزيادة في هذا التنزيه حتى نقول الصفات. ومشبهة معهم حق وهو أصل الإثبات، لكن معهم باطل وهو الزيادة في هذا الإثبات حتى شبه الله بالمخلوق. فالمشبهة أخذوا الحق مع أهل السنة والجماعة، أخذوا الحق الذي مع المعطلة وأخذوا الحق الذي مع المشبهة، ونفوا الباطل الذي مع المشبهة ونفوا الباطل الذي مع الباطل. أخذوا الحق الذي مع المشبهة وهو الإثبات فقط الصفات، ونفوا الباطل وهو التشبيه، وأخذوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه، ونفوا الباطل الذي هو نفس الصفات. فخرج مذهب أهل السنة من بين فرق ودم لبنا خالصا سائرا للشعير، من بين دم التشبيه وفرق التعطيل. واضح هذا؟ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه. فيقولون أهل السنة والجماعة: إنه خلق آدم بيده أو بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في إثبات اليدين لله، هذه الآية في إثبات اليدين لله. نقول: إن لله سبحانه وتعالى يدين لا يشابه فيها أيدي المخلوقين، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول المؤلف: ولا يحرفون الكلمة عن مواضع في حمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. أهلكهم الله، هذا دعاء من المؤلف عليه، دعا عليهم بالهلاك. المعتزلة والجهمية لما ورد عليهم النصوص التي فيها إثبات الصفات، ماذا كان موقفهم؟ موقفهم النفي. فلما وردت عليهم النصوص ماذا تقولون فيه؟ في قول تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، هي صفة يدين لله عز وجل. وكذلك في الأحاديث التي ذكرها مؤلف
خبر حاتم آدم موسى قال خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكة، وحديث خلق الفردوس بيده تبارك الذي بيده الملك والذي نفسي بيده، كل هذه يعطى اليد الله ومرض بيده ومرض الجد، ولا يقول خلقك بيده خلق تبارك الذي بيده الملك بيده فيه ثلاثين سنين، والمراد يدا لله، فأسي يدا لله كلمتان. لما أورد عليه النصوص قالوا نحن نفسر اليدين بالنعمتين، بالنعمة اليد بالنعمة معنى النعمة، خلق الله آدم بيده يعني بنعمتين أو بالقدرة، لهم تفسير، تفسير الأول فسروا اليد بالنعمة، وتفسير الأول الثاني تفسير بالقدرة. نقول أول هذا باطل، الرد أن نقول هذا باطل، أولا لأنه تحريف للكلمة عن مواضع، الله تعالى عاجز عنه يقول لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، لو كان مراد سبحانه وتعالى النعمة والقدرة لقال لخاصة لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، هذا تحريف للكلمة عن مواضع. ومعارضة للنصوص وإبطال الله. الرد الثاني أن تفسير اليد بالنعمة والقوة يفسد به المعنى، يفسد المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له يدان، بما خلقت بيدي واليداه والسلام، لو كان لم يأتي إلا إثبات يد واحدة يمكن أن يكون لتأويلهم يعني تلبيس، لما قال اليد يقول اليد معناها النعمة والقدرة، لكن لما جاءت النصوص إثبات اليدين بل يداه والسلام، إذا فسرت اليد بالنعمة ماذا تكون معنى؟ لما خلقت بيدي بنعمتي معنى حصر النعمة وفي إلا نعمتين، والله له نعم كثيرة، فإذا فسرتها بالقوة بقوتي إذا الله له قوتان فقط، فيفسد المعنى، تفسير اليد بالنعمة أو القوة يفسد المعنى، أولا هو إبطال النصوص، إبطال النصوص وتحريف لكلام الله عن مواضعه، وثانيا أنه يفسد المعنى بتفسير اليد، بتفسير اليد بالقدرة أو القوة، لأن اليد لأنه جاء إثبات اليدين لله عز وجل، فليست يد واحدة وإنما هو يدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مروح هذه خلي تدور، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. يقول المؤلف ولا يكيفونهما بكيف، ما يقولون إن يد الله كيفية وكذا أو تكون على كيفية كذا، وإنما يقولون الله أعلم بالكيفية، كيفية اليد له يدان سبحانه وتعالى كريمتان فبقدر جلاله وعظمته لا يماثل لا تماثل أيدي المخلوقين ولا نكيف، لا نقول كيفية وكذا ولا كذا، لا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بيد المخلوقين كذلك، لا يقول إن يديه سبحانه تشبه بالمخلوقين، هذا قول مشبه الذين يكيفون ومثلهم مشبهون، هذا مذهب مشبه، ولهذا قال المؤلف لا يكيفونهما بكيف او يشبهونهما بعيد المخلوقين تشبيها مشبه، هذا لهم الله. وقد اعاد الله تعالى اهل السنه من التحريف والتكييف والتشبيه، نعم كما سمعتم عادهم الله، لم يشبهوا، لم يقولوا ان صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين، ولم يكيفوها يقولون ان كيفيه على كذا وكذا، ولم يشبهونها بصفات المخلوقين، فاعادهم الله تعالى، اعاد الله على السنه من التحريف والتكييف والتشبيه الذي وقع فيها البدع، ومن عليهم بالتعريف والتكييف يعني عرفهم وفهمهم الحق، فعلموا الحق وسلكوا ما
مثلك الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الصحابة والتابعين والأئمة، من عليهم بالتعريف والتسليم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وحدوا الله ونزهوه عن مشابهة المخلوقين، هم أثبتوا الصفات ونزهوا الله عن مشابهة المخلوقات، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، ما عللوا ولا شبهوا ولا قالوا إننا نفي اليد لئلا يلزم من التشبيه وهو العلة في كذا ولذلك، تركوا التعليل، تركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على الطائفتين، رد على المشبهة الممثلة ورد على المعطلة. قل ليس كمثله شيء، هذا رد على المعطلة، وهو السميع البصير. قل ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، هو السميع البصير، رد على المعطلة، رد على المعطلة هو السميع البصير، حيث أثبت أنك السمع والبصر، والمعطلة يكون السمع والبصر. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الذين يقولون أن الله من صفات الخالق وما في صفات المخلوقين، رد عليه يقول ليس كمثله شيء. فهذه الآية الكريمة فيها رد على الطائفتين، على المشبهة الممثلة وعلى المعطلة. يقول مالك رحمه الله وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي صفة اليدين بل وقوله بل يداهما مبسوطتان يطلق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله يقول بذكر اليد، يعني يقول كما ورد القرآن بذكر اليدين وردت السنة بذكر اليدين. فالمؤلف يقول إن إثبات اليدين ورد جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، كما ورد القرآن بذكر اليدين وردت السنة المطهرة بذكر اليدين، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة في آدم وقول الله خلقك الله بيده. لما في الحديث يقول لما لقي موسى آدم، احتج آدم وموسى لما لقي، فقال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخذت ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي قضاك الله برساله وبكلامه، فكم وجدت كتب مكتوب عليك قبل أن أخلق، فعصى آدم ربه فغوى. فقال بكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج المجرم طلبه بحجة. وذلك أن آدم احتج عليه لأن هذه المصيبة وهي خروجه وإخراجه من الجنة، هذه مصيبة مكتوبة عليه، حج بالقدر، ولهذا حج آدم موسى. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، لكن الممنوع أن يحتج بالقدر على المعاصي، يعصي الله ويحتج بالقدر، هذا طريقة المشركين، لكن الاحتجاج بالقدر على المصائب فلا بأس، إذا أصر الإسلام السلم يقول إن الله قدر الله وما شاء فعل. فهذا آدم وموسى لما في خبر المحاجة قال آدم، قال موسى لآدم خلقك الله بيده، أثبت اليد لله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وهو أن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون ويشربون فأعطنا الآخرة هو، فقال الله عز وجل لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا احتجب العلماء على تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة وأنهم أفضل
وهذا عند النهاية عند دخولهم الجنة حينما يكلمهم الله عز وجل ويطهرهم. هذه المسألة وهي مسألة تفضيل الأنبياء وسائر البشر على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الأنبياء وسائر البشر في مسألة خلافية بين العلم. والصواب كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الأنبياء وسائر البشر أفضل. ومن أدلة هذا الحديث أن طلبة الملائكة من الله عز وجل أن يجعلهم أفضل من بني آدم. قال ربنا جعلت لهم الدنيا يأكلون ويشربون. الملائكة لا يأكل ولا يشرب فجعل الآخرة. فقال الله عز وجل لا أجعل خالق من خلقت بيدي. من هو الذي خلقه بيده؟ آدم. لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. فآدم خلق الله بيده والملائكة خلقوا بكلمة كن. قال الله له كن فكان. فهذا من الأدلة التي تحتج به وحديث نوع احتج به العلماء على أو المحققون من العلم على أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة في النهاية كما قال الشيخ الإسلام عندما يكملهم الله عند دخولهم الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. وهذا الحديث طبعا فيه كلام لأهل العلم في صحته كما ذكر المحشي أنه علة بالإمثال ورواه متصلا التيلمي في مسند الفردوس. وفيه كلام لأهل العلم وسواء صح الحجاب او صح فاليد ثابته لله عز وجل في القران العزيز وفي السنه المطهره. نعم. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القران ووردت به الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. الحب عندك نعم والنصر والحياة تلقى الله الحب والبغض نعم هل أحسن حب والبغض نعم والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. قبل هذا قبل ويشهدون وآيات الكتاب وأخبار الرسل ما عندك؟ هذه النسخة الأولى في نسخة ثانية وآيات الكتاب وأخبار الرسول عندك وآيات الكتاب وأخبار الرسول الصحيحة المنيرة الناظرة. اقرأ قبل قال ويشهدون وآيات بعد وما يذكر إلا أولو الألباب وآيات الكتاب وأخبار رسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يقول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار بها. الواردة نعم بعد تلك الأخبار الواردة فيها الواردة وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإفكار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار عند ولا عن عن طيب بنصف عندنا وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. يقول مؤلف رحمه الله وكذلك معتقد السلف وأصحاب الحديث يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكر القرآن ووردت فيها الأخبار الصحاح يجرونها مجرى واحد يثبتون الآن يثبتون جميع الصفات سواء يقول جلال الله وعوض ويقول عنها التمثيل والتكييف ومع يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ويقول عن الله بما سلف المخلوقين هم يثبتون الصفات لا يعطلون الصفة كما تفعل المعطلة كما تقول معطلة ولا يمثلون هذه الصفة المخلوقين كما تفعل المشبهة. فيقول مؤلف رحمه الله كما أن أهل السنة والجماعة يثبتون اليد لله كما ورد في النصوص كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وورد فيها الأخبار الصحيحة هنا ووردت الواو يعني أول من مراد أو يعني لا يشترط في ثبوت الصفة أن تأتي في القرآن وفي السنة بل إذا أتت في القرآن أو في السنة وبغيرها في يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكر القرآن أولا فيها الأخبار الصحيحة ثم مثل في هذا السورة قال من السمع سورة السمع يثبتون الله والبصر يثبتون على الله والعين السمع قال تعالى وهو السميع البصير هذا مثل السمع البصر والعين أيضا هذا ثابت في حديث الدجال وأن لله عينين قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال نصيحة الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنب الصافي فدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله وأن لله تعالى عينين سليمتين
لله تعالى عينين سليمتين بخلاف الدجال فإنه عين واحدة والعين الأخرى طافية كان عينة طافية في إثبات العينين لله عز وجل. وكذلك الوجه إثبات الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والعلم وكان الله سميعا عليما والقوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والقدرة كان الله على كل شيء وهو على كل شيء قدير والعزة ولله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله والعظمة حديث العظمة إزاري والكبرياء ورجائي والإرادة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله والقول قال الله قال الله يا عيسى ابن مريم والكلام وكلم الله موسى تكليما والرضا رضي الله عنه ورضي عنه والسخط والسخط سخط الله عليهم فكبرهم هنا في النسخة عندي والحياة اليقظة الحياة نعم ثابتة هو الحي القيوم أما اليقظة هذا يحتاج إلى دليل لكن النسخة عندكم الحب النسخة الثانية الحب والبغض نعم الحب والبغض محبة يحبهم ويحبونه والبغض إن الله إذا أحب عبدا قال ماذا جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل وتحبه طائف تضع له محبة في الأرض وإذا أمر شخصا نادى إبراهيم إني أبغض فلانا فأبغضه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يقول فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم تضع له الضراء في الأرض. وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم والمقت أشد البغض الحب والبغض ثابت لله. هنا قال الحياة الحياة واليقظة الحياة ثابتة أما اليقظة تحتاج إلى دليل إثبات أن من صفات الله اليقظة فالنسخة الثانية في إثبات بدل البغض الحياة والبغض الحب والبغض الحياة واليقظة اليقظة هذا تحتاج إلى دليل في ثبوتها وأن من صفات الله لأعلم الدليل في إثبات أن من الكتاب والسنة في إثبات صفة اليقظة لله إنما الحب والبغض والحياة والفرح نعم هذه الصفة الثابتة لله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يفقد راحلته عليها طعامه ومتاعه إلى آخر الحديث والضحك يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة وغيرها. يقول المؤلف رحمه الله إن السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث يثبتون الصفات التي وردت في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة ومثل يعني السمع والبصر والعينين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة والحب والبغض والفرح والضحك وغيره هذه أمثلة من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين لا يقولون إن الله إن سمع الخالق من لسان المخلوق لا يشبهه أن يكون التشبيه فالله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه بل ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقفون عند النصوص عند النصوص من غير زيارة عليه من غير زيارة على قول الله وقول رسوله من غير زيارة على النصوص ولا إضافة إليه لا يضيفون إليها شيئا فليقولوا كما قال الله أثبت الله نفسه السمع في السمع أثبت الله لنفسه البصر أثبت البصر وهكذا من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف لا يقولون إن كيفية الصفة كذا وكذا إن سمع الله على كيفية كذا إن بصر كيفية كذا لا يكيف ولا تشبيه لا يشبهون بالصفات المتروكة ولا تحريف لا يحرفون الصفات ويقولون معنى عليش النعمة ومعناها القدرة هذا تحريف وتبديل ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير لا يحرفون ولا يبدلون لا يحرفون الألفاظ ولا يحرفون المعاني الجهمية حرف قال معنى استوى استولى استوى استولى هذا تحريف
ولهذا يقول العلماء إن الجهمية هنا شبه اليهود، فإن اليهود قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا يا الله، حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لنا، فحرفوا وقالوا حنطة، حرفوا في اللفظ وفي المعنى، أمرهم الله أن يدخلوا سجدا فدخلوا على يلحقون على أجسامهم على أدبارهم، وأمرهم الله أن يقولوا حطة فغيروا وقالوا حنطة، غيروا في اللفظ وفي المعنى. والجهمية غيروا طيب استوى قالوا استولى، ولهذا يقول العلماء لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية في استولى زادوها، زادوا على النقص استوى قالوا مع استولى، واليهود زادوا في النقص قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حطة زادوا نون، فلام الجهمية كنون اليهود. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون كما تفعل الجهمية وكما يفعل اليهود. ولهذا قال المؤلف رحمه الله انهم ينتهون الى قول الله وقوله من غير زياده ولا اضافه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تحريف، لا في اللفظ ولا في المعنى، لا في اضافه ولا زياده، ولا يقول كيفيه السنه على كذا وكذا، ولا يقول تشبه السنه المخلوقين، ولا يحدثون اللفظ ولا يحدثون المعنى ولا يبدلون ولا يغيرون، ولا اثابه لنقل الخبر عما تعرفه العرب. الاستواء غير الاستيلاء، فتأويل استوى بالسولة هذا تغيير إزالة لنقل الخبر عما تعرفه العرب وطبعه عليه بتأويله منها. فأهل السنة لا يزيل نقل الخبر عما تعرفه العرب وطبعه عليه بتأويل منكر، مثل ما ذكرت لكم مثل تأويل الجهمية استوى بالسولة، هذا إزالة لنقل الخبر عما تعرفه العرب بتأويل المنكر، تأويل السوى بالسوى تأويل المنكر، ويدرونه على الظاهر، يدرون الصفات على ظاهر الله ويصلون علمه إلى الله عز وجل، علم الكيفية، الكيفية لا يصلونها إلى الله، يفوضونها إلى الله، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، تأويله يعني تأويل الكيفية، لأن تأويله يعني تأويل الكيفية لا يعلمه إلا الله، فما أخبر الله على الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمن هذا كلهم عند ربنا، الراسخون في العلم يؤمنون، يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبهون، يقول آمن هذا كلهم عند ربنا، آمن بالمتشابه وبالمحكم، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ولا يحدثون. يقول مالك رحمه الله وآية الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يقول الآيات النصوص التي فيها إثبات الصفات سواء من الكتاب ومن السنة كثيرة، يطول الكتاب بإحصاء، لكن أنا أعطي قاعدة، خذ القاعدة تستيقظ، ما هي القاعدة؟ يجب على كل مسلم أن يثبت النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، ولا يحرف ولا يكيف ولا يفسر، إثبات غير تكييف ولا تنفيذ، وتنزيه لله عن مشابهة المحرومين لكن من غير تعطيل الصفة، أثبت الصفة لا تعطل ولا تنزيه، لا تمثل هذه الصفة المخلوقين كما تفعل المشابهة، ولا تعطل بأن تنفذ الصفة كما نفتها كما نفتها المعاصي، هذه القاعدة. كل ما ورد نص من القرآن في القرآن العزيز في السنة المطهرة بإثبات صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله أو فعل من أفعال أن تثبت الله، واجتنب امرين، اجتنب باطلين، ما هما باطل؟ الباطل الاول التمثيل في صفات المخلوق، والباطل الثاني تعطيل الصفه، اذا من مثل فقد شبه المشبه ومن عطل فقد شبه الباطل، فانت اثبت الصفه واحذر من التمثيل واحذر من التعطيل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وايات الكتاب واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يقول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها. يقول لو أردنا أن نستقصي النصوص من الكتاب التي فيها أثبات الصفات من الكتاب ومن السنة ونذكر كلام العلماء وأنهم اتفقوا
وأن العلماء اتفقوا على صحة تلك الأخبار الواردة فيها لطالع الكتاب. ويقول وأكثرها أكثر النصوص التي وردت في السنة المطهرة مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الاعتقاد كتاب أكثر المؤلف رحمه الله كتاب أطول من هذا مؤلف أبو عثمان صاحب الرسول له كتاب سماه الاعتقاد سرد فيه النصوص التي وردت في السنة في إثبات الصفات بالأسانيد سردها بالأسانيد. أما هذا كيف هو مختلف حلف الأسانيد فيقول مالك عمر إذا عرفت التوسع ارجع إلى كتابي الاستقامة وستجد النصوص بأسانيدها النصوص من السنة بأسانيدها. أما هذا الكتاب فإنه حدث الأسانيد في الغالب وقد يذكر الأسانيد وحدث كثيرا منها طلبا للاختصار. ولهذا قال مالك وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاختصار على عدم المثال دون الاختصار. وهذا الكتاب الذي معنا هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث شرطت في أول كتاب أن أختصر ولا أطلع أطول حتى لا يمل القارئ وشرطي أن أختصر على أدنى المطلوب دون الإحصار بلغة الأخبار. وإذا عرفت التطويل أو عرفت الأساليب أرجع إلى كتابي الانتصار الذي هو أطول من هذا الكتاب شرطت فيه الأخبار بأسانيدها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله شرطي الاختصار على عدل الأخبار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار في المصنف المسانيد الصحيحة الكبار. وأنا ما أذكر أسانيدها الصحيحة التي وردت في مسند الإمام أحمد في البخاري في صحيح البخاري في صحيح مسلم في سنن أبي داود في سنن الترمذي في سنن أبي ماجه في سنن النسائي في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن حبان في مستدرك الحاكم في مستدرك الإمام أحمد في أبي يعلى سنن الدارمي أو غيرها. يقول لو أردت أن أستقصي أساليبها الصحيحة لنقص الأثر لطال الكتاب ولكني أحيلك على كتابي الاختصار إذا أردت التطويل وأردت الأساليب فارجع إلى كتاب الاختصار. أما هذا الكتاب فإنه شرطت فيه الاختصار